أحسن الله إليكم. نستهل هذا اللقاء بقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السائل يقول: بارك الله فيكم، ما هي حدود الكراهية وما هي حدود المحبة، وخاصة المحبة في الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة في الجهاد والقتال في سبيل الله، لما فرضه الله وأوجبه على هذه الأمة لإعلاء كلمة الله ونشر دين الإسلام وقمع الكفرة والمشركين، فإن بعض المسلمين شق عليه ذلك وكره الجهاد كراهية طبيعية لا شرعية. الشرعية لا يجوز أن يكره ما شرعه الله، وإنما هذه كراهية طبيعية لما في الجهاد من المشقة وما فيه من تعرض للقتل والجراح وغير ذلك. هذا لا شك أن النفوس تكرهه، ولكنها ترضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن عاقبته طيبة ومآله إلى الخير. ولهذا قال جل وعلا: كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي ولو كرهتم القتال في سبيل الله فإنه خير لكم. والنظر إلى العواقب والنتائج، ولا ينظر إلى مجرد ما تكرهه النفوس ويشق عليها، وإنما ينظر إلى العواقب والنتائج العاجلة والآجلة. والجهاد عواقبه حسنة وعواقبه طيبة في الدنيا: نصر للإسلام والمسلمين، قمع لأعداء الدين، وعز للإسلام والمسلمين، وفي الآخرة يورث الجنات للمجاهدين. إن في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ثم قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كراهية النفوس ليست دليلا على الخير والشر، وإنما النظر إلى العواقب والنتائج. عسى أن تكرهوا شيئا من الجهاد وغيره وهو خير لكم، إذا كان فيه مصلحة راجحة وعاقبة طيبة فهو خير للأمة. وهذا عام في الجهاد وغيره: عسى أن تكرهوا شيئا، أي شيء مما فيه مصلحة راجحة وهو خير لكم، وعلى العكس: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا كنتم تحبون ترك الجهاد وعدم الجهاد تقديما لراحة النفوس وبعدا عن المشقة والأخطار الجهاد، فإنكم وإن تحبوا هذا فإنه شر لكم، لأن ترك الجهاد في سبيل الله يسلط المشركين والأعداء على المسلمين، كما هو الواقع والمشاهد، أنه لما ترك الجهاد فإن المشركين تسلطوا وبغوا على المسلمين. ولا يخفى واقع الناس اليوم لما ترك الجهاد في سبيل الله، والله يعلم ما يكون في المستقبل وما يكون من المصالح فيما شرعه الله، وأنتم لا تعلمون ذلك لأنكم لا تعلمون الغيب ولا تطلعون على
مستقبل الأمور. الواجب أن تفوض الأمور إلى الله عز وجل وأن يتوكل عليه ويرضى بما شرعه سبحانه وتعالى. نعم.